أهلا بكم إلى الظهيرة من الميادين. وفي عناوينها: نحن لسنا مشكلة، نحن حل الحلول. عندما ضاقت الآفاق واسودت الجبهات، مع ذلك نحن إن شاء الله. الفياض يؤكد أن الحشد الشعبي منحاز للشعب وليس لأي طرف سياسي، ويشدد على عدم السماح لليد الخارجية بالفتك باستقرار البلاد أو بالسلم الأهلي. إيران تؤكد أن قرار مجلس حكام الوكالة الذرية تسبب بخلل في الاتفاق مع الوكالة، وترى في تغيير تصريحات غروسي في تقريره انعكاسا لضغوط تعرض لها. رئيس مكتب العلاقات العربية والإسلامية في حماس يؤكد أن الاحتلال يستغل التطبيع للاعتداء على ثروات لبنان ولقصف سوريا وتنفيذ اغتيالات في إيران. أوكرانيا تقر بخسارتها مدينة سيفيرودونيتسك الاستراتيجية في الشرق، والرئيس الفنلندي يعلن أن بلاده لن تنضم إلى الناتو من دون السويد. تحالف ماكرون يتقدم على ائتلاف ميلانشون اليساري بأقل من 1%، ورئيسة وزراء فرنسا تحذر من التصويت لليسار في الجولة الثانية. وفي الظهيرة موجز اقتصادي مع إليسار كرم. إليسار مرحبا. مرحبا أحمد. في اقتصاد الظهيرة لهذا اليوم، رغم الحرب في أوكرانيا، روسيا تحقق عائدات قدرها 93 مليار يورو من صادرات الطاقة الأحفورية، النفط والغاز والفحم. وموجز أخبار الرياضة في الظهيرة مع علي خليفة. مرحبا علي. مرحبا يارا. في أخبار الرياضة في الظهيرة، لاعبو الجزائر يهدون فوز بلادهم الودي على إيران إلى روح زميلهم الراحل بلال بن حمودة بعد يومين من وفاته. هذه العناوين السياسية والاقتصادية والرياضية سنتابع تفاصيلها في خلال النشرة، ولكن نبدأ أولا بالملفات السياسية. ونستهل هذه الظهيرة من العراق، حيث أكد رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض أن الحشد في المرحلة المقبلة سيكون ضامنا للأمن ولا يكون منحازا لأي طرف سياسي. وفي كلمة له لمناسبة مرور 8 سنوات لانطلاق فتوى الجهاد الكفائي وتأسيس الحشد الشعبي، قال الفياض إن الحشد لا يستخدم موارده بأي فرقة سياسية ولا يسمح بإسقاط الدولة. لن نكون طرفا سياسيا، لن ننحاز إلى جهة ضد جهة أخرى، لن نستخدم موارد الحشد في أي مورد من موارد الفرقة السياسية. نعم، سندافع عن الدولة لأننا نشأنا وتأسسنا للدفاع عن هذه الدولة، ولن نسمح لأحد، نحن والجيش والقوى الأمنية الأخرى، بإسقاط هذه الدولة تحت أي ذريعة كانت، لكن لن نكون طرفا أو فصيلا أو فرقة سياسية. الفياض أضاف أن جميع محاولات تصوير الحشد الشعبي باعتباره مشكلة بالنسبة للعراق هي ادعاءات فاشلة. وأكد الفياض أن الحشد وأبنائه مستعدون للدفاع عن العراق في كل وقت. نحن لسنا مشكلة، نحن حل الحلول. عندما ضاقت الآفاق واسودت الجبهات وتقاعس الناس، كان أبناء هذا الحشد هم الخيارى السباقون للمضي والتضحية وتقديم كل أوجه التضحية والفداء. لذلك أيها الأخوة، لا يمكن أن نثبط بعزائمنا ادعاء من هناك وتخرص من هناك بربطنا بالسلاح فقط. نحن أصحاب العزيمة، أصحاب المبادئ، أصحاب الوضوح. الفياض قال أن هناك من يحاول تصوير الحشد الشعبي وسلاحه باعتبارهما خارجين عن الشرعية. الفياض رفض هذا التوصيف، مؤكدا أن الحشد وسلاحه في خدمة العراق والدولة العراقية. نحمل سلاح الحق، ولكننا نحمل نفوسا قبل ذلك قادرة على حمل السلاح والدفاع عن هذا الشعب. السلاح ليس غاية أيها الأخوة، السلاح هو وسيلة، ووسيلة أولا لحماية هذه الدولة، ووسيلة لحماية كرامة الإنسان، ووسيلة لحماية حرية الإنسان. هذا هو منطق الأشياء، وهذا المنطق الذي تتكلم عنه كل القيم وكل الأعراف. فلا يمكن لسلاح يحمي الكرامات ويحمي الحريات أن يكون قاهرا لكرامة الإنسان أو متحديا لحرية الإنسان.
سلاحنا هو فقط لحماية الإنسان، لحريته، كرامته، وكل من يحمل السلاح بغير هذا القصد هو خارج عن الحشد. الحشد سلاحه دفاع عن الوطن، دفاعه عن الإنسان، دفاعه عن الحرية الإنسان وكرامته، ودفاعه عن سيادة البلد. عراقيا أيضا يعقد الإطار التنسيقي اجتماعا اليوم يناقش خلاله تداعيات استقالة نواب الكتلة الصدرية من مجلس النواب العراقي. إلى ذلك أعلن جعفر الصدر اليوم الانسحاب من الترشح لمنصب رئيس الوزراء. زعيم التيار الصدري في العراق السيد مقتدى الصدر كان وجه رئيس الكتلة الصدرية حسن العذاري بتقديم استقالات إلى أعضاء كتلته باستقالات أعضاء كتلته إلى رئيس مجلس النواب. الصدر وفي رسالة له قال إن هذه الخطوة تأتي بمثابة تضحية من أجل الوطن والشعب لتخليصه من المصير المجهول، كما وجه الشكر إلى حلفائه في البرلمان قائلا إنهم باتوا في حل من التحالف معه. رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي شدد على أن الانسداد السياسي لن يستمر في المرحلة المقبلة. وفي مؤتمر صحفي من الأردن قال الحلبوسي أنه ستكون هناك تفاهمات مختلفة بعد استقالة نواب الكتلة الصدرية، مشيرا إلى أن بدلاءهم سيكونون من الخاسرين الأعلى أصواتا في الدائرة الانتخابية، وأكد المضي في تأليف حكومة تتحمل القوى السياسية مخرجاتها. من بغداد معنا مراسل الميادين محمد الفهد. أهلا بك محمد، وأبدأ معك من تداعيات استقالة نواب الكتلة الصدرية وتصريحات الحلبوسي الذي أكد المضي في تأليف حكومة تتحمل القوى السياسية مخرجاتها. ما هي تداعيات هذه الاستقالات وأي سيناريوهات أمام هذا الانسداد السياسي اليوم؟ نعم، يعني بعد استقالة نواب التيار الصدري أو الكتلة الصدرية بشكل جماعي بناء على طلب زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر من البرلمان العراقي وقبول الاستقالة من قبل رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، كانت هنالك عدة تفسيرات ربما من بعض خبراء القانون وبعض المراقبين، ذهب بعضها إلى أن هذه الاستقالة تحتاج إلى تصويت، لكن رئيس البرلمان اليوم وبعد تصريحه بأن هذه الاستقالة ستكون كافية ولا تحتاج إلى تصويت، هذا يعني أن استقالة نواب الكتلة الصدرية من البرلمان العراقي بات أمرا نافذا حتى هذه اللحظة، ما يعني دخول الإجراءات الدستورية الأخرى التي أيضا تحدث عنها رئيس مجلس النواب العراقي وعلى رأسها ربما التفاهمات مع الكتل الأخرى والإسراع بتشكيل الحكومة، وهي إشارة على أن حلفاء الصدر حتى هذه اللحظة ربما مستعدون للتحالف مع قوى أخرى بناء على تفاصيل ما أطلقه رئيس البرلمان العراقي. يعني الإسراع بالأطر الدستورية وتشكيل الحكومة، هذا يعني أن هنالك ربما أفق في المستقبل أو توافق في المستقبل بين مختلف الكتل السياسية عدا التيار الصدري، وبالتالي أيضا هنالك إجراءات دستورية تقضي ب استبدال النواب المستقلين بآخرين، والقانون الانتخابي ينص على أن الخاسرين أو أعلى الخاسرين في كل دائرة سيتولون هذه المناصب، وبالتالي ستتوزع مقاعد التيار الصدري على باقي الكتل السياسية. هنالك أيضا عدة سيناريوهات تحدث عنها المراقبون وفقا للمعطيات، هنالك من تحدث عن أن الحكومة ربما ستشكل بعيدة عن التيار الصدري، وهنالك من تحدث عن توافقات مستقبلية وحراك سياسي، هذا بالإضافة إلى أن هنالك أيضا تواصل وكذلك اجتماعات ربما قد تعقد سواء على مستوى الحزب الديمقراطي الكردستاني أحد حلفاء الصدر، وأيضا على مستوى الإطار التنسيقي الذي أرجى اجتماعه مساء أمس إلى اليوم، وهو اجتماع من الاجتماعات الطبيعية التي تعقد بين الحين والآخر للتشاور حول أي مستجد على المستوى السياسي العراقي. حتى هذه اللحظة السيناريوهات أو الاحتمالات كلها مطروحة، لكن ربما خيارات الحل قد تكون قريبة. نعم، فيما يخص تصريحات الفياض بالذكرى 8 لتأسيس الحشد الشعبي، يعني كيف تقرأ، ما هي أهميتها عندما يتحدث عن السلاح وعن أن الحشد الشعبي هو حل وليس مشكلة في العراق؟
يعني رئيس هيئة الحشد الشعبي تحدث من منطلق الدستور العراقي ومنطلق قانون هيئة الحشد الشعبي. هذه الهيئة هي وفق القانون المصوت عليه داخل البرلمان العراقي هي قوة عسكرية عراقية رسمية تتبع القائد العام للقوات المسلحة. أيضا الدستور العراقي حظر على كل فصيل عسكري أو تشكيل عسكري العمل أو الانخراط في العمل السياسي. وتاليا ربما أكد رئيس هيئة الحشد الشعبي على أن هذه القوة التي لبت فتوى المرجعية وساهمت بشكل كبير إلى جانب القوات المسلحة العراقية الأخرى في تحرير الأرض والقضاء على تنظيم داعش وأيضا الحفاظ على الأمن المناطق المحررة والحدود، أراد أن يؤكد على أن هذه القوة إلى جانب القوات المسلحة العراقية الأخرى ستستمر بمشروعها في حماية مدن البلاد والاستقرار، وأيضا أكد على عدم انخراط هذه القوة المسلحة كما القوات المسلحة الأخرى في أي مشروع سياسي أو أي صراع سياسي. هذه الإجابة ربما جاءت ردا على بعض التصريحات من هنا وهناك وبعض الحملات التي ربما أرادت أن تضع الحشد في مربع سياسي ولا سيما في هذه الفترة التي عقبت الانتخابات، وبالتالي أكد على أن الحشد سيمضي في مشروعه وسيساهم في حماية العراق إلى جانب القوات المسلحة العراقية الأخرى. شكرا جزيلا لك محمد الفهد مراسل الميادين في بغداد. أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زادة أن قرار مجلس حكام الوكالة الذرية تسبب بخلل في الاتفاق بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية. خطيب زادة أشار إلى أن تغيير لحن ولغة غروسي في تقريره أمام مجلس الحكام يعكس أنه يتعرض لضغوط ويتلقى أوامر من أطراف مهيمنة. قرار مجلس حكام الوكالة الذرية إجراء سياسي بالمطلق ومخطط له، لقد تسبب بخلل في التعاملات بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية. تغيير لحن غروسي ولغته في تقريره أمام مجلس الحكام يعكس تلقي الوكالة أوامر من جهة ما، وإيران بالطبع لن تلتزم الصمت أمام هذه التحركات السياسية. الإجراءات التي قمنا بها لا تثير القلق وهي في إطار خفض الإجراءات الطوعية ويمكن العودة عنها إذا جرى التوصل إلى اتفاق في فيينا. ما لا يمكن العودة عنه هو الإرهاب الاقتصادي الأمريكي المستمر ضد الشعب الإيراني. إيران ملتزمة بالضبط بنص اتفاق الضمانات وبكل إجراءاته، وجميع كاميرات الوكالة المندرجة ضمن اتفاقات الضمانات ما زالت قيد العمل، وطهران عازمة على مواصلة التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية ضمن أطر الوكالة وقوانينها. في لبنان بحث رئيس البرلمان نبيه بري ورئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي في كيفية تنسيق موقف رسمي موحد بشأن الخرق الإسرائيلي في حقل كريش المتنازع عليه مع تل أبيب قبل وصول الموفد الأمريكي الخاص أموس هوكستين إلى بيروت مساء. كذلك بحث وفد من نواب التغيير مع رئيس الجمهورية ميشيل عون الأوضاع بشأن الحدود البحرية، ويصل هوكستاين إلى بيروت مساء اليوم بعد طلب لبنان منه الحضور لإعادة تحريك المفاوضات غير المباشرة لتثبيت الحدود البحرية اللبنانية الجنوبية مع فلسطين المحتلة. الدبلوماسي الأمريكي سيلتقي الرؤساء الثلاثة غدا الثلاثاء على يعقد لقاءات غير رسمية أيضا. حول هذا الموضوع انضم إلينا من بيروت مراسل ميادين عباس صباغ. عباس مرحبا، لو تضعنا في أجواء اللقاءات التي عقدت اليوم حول ملف ترسيم الحدود البحرية قبل وصول المبعوث الأمريكي إلى لبنان مساء اليوم أموس هوكستاين. نعم، تحية لك ولمشاهدي الميادين. بطبيعة الحال يعني الموفد الأمريكي سيصل بعد يعني قليل إلى بيروت وسيبدأ اجتماعاته بلقاء مع وزير الطاقة اللبناني وليد فياض يعني رفقة السفيرة الأمريكية لدى لبنان. ومن أبرز النقاط التي سيبحثها الدبلوماسي الأمريكي أو الوسيط الأمريكي أموس هوكستاين مع وزير الطاقة هي ما كان لبنان قد طلبه بإعفاءات من قانون قيصر بالنسبة لمرور الغاز المصري عبر سوريا، وأيضا استجرار الطاقة من الأردن عبر سوريا إلى لبنان. يعني هذه النقطة الأبرز التي سيبحثها وزير الطاقة مع الموفد الأمريكي. وبطبيعة الحال ستحضر قضية الحدود البحرية الجنوبية مع فلسطين المحتلة بعد الخطوة الإسرائيلية الأخيرة والتي تمثلت باستخدام سفينة إلى حقل كريش لاستخراج وتخزين ثم بيع الغاز. بطبيعة الحال اليوم كان هناك لقاء كما أسلفت بين رئيس البرلمان ورئيس حكومة
حكومة تصريف الأعمال من أجل توحيد الموقف اللبناني قبل ساعات من بدء الجولات أو جولة التفاوض إن صح التعبير أو جولة الاستماع إلى هوكستين ماذا يحمل للبنان بعد أن حمل عرضا في شباط فبراير الفائت. وسيسمع هوكستين بحسب ما علمنا رفضا لبنانيا مطلقا للخط المتعرج الذي رسمه هوكستين والذي يقدم مساحة واسعة من البلوك رقم 8. عباس، في مقابل هذا الموقف اللبناني الموحد حول هذا الملف، هل من معلومات حول ما يحمله هوكستين هذه المرة خلال زيارته إلى لبنان من عرض أو طرح؟ يعني بطبيعة الحال يعني عندما غادر هوكستين لبنان في شباط فبراير وكان هناك اجتماع ثلاثي بين الرؤساء الثلاثة في قصر الجمهوري في بعبدة، كان ينتظر جوابا خطيا من لبنان. يعني هو يأتي أولا بدعوة من لبنان، بطلب من لبنان بعد الاعتداء الإسرائيلي الأخير يعني والإشكالية التي سببتها وصول هذه السفينة إنرجي باور إلى حقل كريج. بطبيعة الحال لم يعني يصدر عن السفيرة الأمريكية التي قامت بجولة استباقية في الساعات الماضية على بعض المسؤولين الحزبيين اللبنانيين، ويعني لم يكن هناك من لقاءات أو تصريحات في المقر الرسمية، لكن بطبيعة الحال لبنان ينتظر أولا من هوكستين أولا أن يعمل على يعني وقف العمل الذي بشرت به تل أبيب في حقل كريش، ثانيا عدم القبول بالعرض الذي سبق وقدمه لأنه لا يحفظ كامل حقل قانا، مع حديث بأن قضم من البلوك رقم 8 كما يردد خبراء هنا في لبنان هو من أجل تمرير أنبوب الغاز من تل أبيب باتجاه أوروبا، وهو بحاجة لتلك المنطقة من البلوك رقم 8، وبالتالي كان هذا الإصرار الأمريكي على اقتطاع. بطبيعة الحال يعني مهمة شاقة أمام الموفد الأمريكي، وأيضا مهمة شاقة أمام الرؤساء اللبنانيين والمسؤولين، لأن الوقت الذي يمر ليس في صالح لبنان، لأن الاستخراج ممكن أن يتم خلال فترة وجيزة، وبالتالي هو تحدي كبير للبنان قد تظهر معالمه بدءا من يوم الثلاثاء المقبل. شكرا لك عباس صباغ مراسل الميادين في بيروت. في مثل هذه الأيام يكمل الاجتياح الإسرائيلي للبنان سنواته الأربعين، تاركا وراءه مسؤولين إسرائيليين يبحثون عن صورة النصر التي لم تتحقق. منال إسماعيل. 40 عاما مرت على اجتياح الجيش الإسرائيلي لبنان عام 82 في العملية التي أطلقت عليها إسرائيل حينها اسم عملية سلامة الجليل ووصفتها بالنزهة، نزهة لم تكن على قدر توقعات القادة الإسرائيليين وتحولت إلى كابوس ومستنقع انهمك فيه المستويان السياسي والعسكري على مدى كل السنوات الأربعين التي مرت في صياغة صورة النصر التي لم تتحقق خلال كل الحروب والمعارك والاعتداءات التي شنتها إسرائيل ضد لبنان. يوم لفني 40 في مثل هذه الأيام اجتاحت إسرائيل لبنان بطوابير طويلة جدا من المدرعات، وعمليا دخلت المستنقع اللبناني من خلال وهمي أن لبنان سيكون الدولة الثانية التي ستوقع اتفاق سلام معها، وبالطبع ذلك كله انهار. هذا ما حدث قبل 40 عاما، ومن الجيد أننا لم نعد هناك. عبر الاجتياح الإسرائيلي للبنان التي قال محللون إن المسؤولين الإسرائيليين لم يتعلموا منها جيدا ولا سيما كيفية قراءة المجتمع الإسرائيلي، تركت ندوبا عميقة لدى الجنود الذين شاركوا في الاجتياح على مستوى الوعي، وباتوا يعانون ما يعرف بصدمة ما بعد الحرب حتى بعد مرور كل هذه الأعوام. هذا الأسبوع صادف مرور 40 عاما على حرب لبنان الأولى، حرب تعرض فيها الجنود لعدد لا يحصى من المعضلات الأخلاقية. الضغط العاطفي عليهم كان ثقيلا، واليوم أظهر استطلاع رأي أجرته جمعية ناتال أن نحو 20% من الجنود المشاركين في حرب لبنان الأولى مصابون بصدمة ما بعد الحرب. اليوم وبعد 40 عاما لا معطيات رسمية بحسب معلقين إسرائيليين لدى المؤسسة الأمنية والعسكرية لتفصح عنها بشأن عدد قتلى جنود الجيش الإسرائيلي الذين قضوا بين الاجتياح الإسرائيلي عام 82 والانسحاب الإسرائيلي من لبنان عام 2000، ما يطرح السؤال في إسرائيل قبل غيرها عن أسباب التعتيم الإسرائيلي على عدد قتلاها في لبنان وأهدافه.
أكد رئيس مكتب العلاقات العربية والإسلامية في حركة حماس خليل الحية المضي إلى الأمام في مواجهة الاحتلال وجلب كل ما يثبت صمود الشعب الفلسطيني في غزة والقدس والداخل والشتات. وفي مقابلة مع قناة الأقصى قال الحية إن الحركة تعمل مع كل القوى لتشكيل جبهة وطنية فلسطينية موحدة لا تستثني أحدا. احنا بوصلتنا نحو فلسطين، بوصلتنا نحو خدمة شعبنا، بوصلتنا نحو حج طاقات شعبنا لمواجهة الاحتلال ومقاومة الاحتلال على طريق دحره وإنهائه بفضل الله عز وجل. ولذلك اليوم يعني حماس نشعر بحالة من الارتياح لعلاقاتنا، ونحن في هذه المرحلة بصراحة يعني نحشد كل الطاقات ونعمل مع كل الطاقات الوطنية لخلق بيئة وطنية كاملة موحدة في مواجهة الاحتلال ومواجهة الاستيطان ومواجهة التفرد ومواجهة الاستعصاء ومواجهة حتى تطنيش القضية الفلسطينية من هنا وهناك. لذلك هذه الحالة الوطنية اليوم هي ذاهبة نحو تشكيل الإطار الوطني والجبهة العريضة الوطنية التي لا تستثني أحد. الحية دان العدوان الإسرائيلي على سوريا ورأى أن الاحتلال يعتدي على سوريا بعد فشله في إلحاقها بدول التطبيع. نحن ندين العدوان الصهيوني على سوريا وعلى الأراضي السورية، ونحن نقول بكل وضوح نحن نؤمن بضرورة وحدة الأراضي السورية، وحدة الشعب السوري العربي السوري، هذا شعب عربي لا يجب أن يكون موحد كشعب وعلى أرضه أيضا. ولذلك نحن ندين هذا العدوان ونتمنى السلامة والاستقرار لسوريا وأن تأخذ دورها الطليعي في المنطقة، لأن بلا شك سوريا تهمنا في هذا في كل الأوقات بما تمثله من عمق عربي ومكانة في السابق وإن شاء الله تعالى في اللاحق. لذلك هذا العدوان مرفوض من قبلنا، هذا العدوان يبدو أن الاحتلال الصهيوني يمارس هذا العدوان لأنه لم يستطع حتى الآن تطويع سوريا لتلحق بركب التطبيع. الحية نفت تقارير عن تضييق تركي على حماس وقال إن الاحتلال يستغل التطبيع مع الدول العربية ليمارس اعتداءاته بحق الفلسطينيين ويعتدي على ثروات لبنان وليقصف مطار دمشق وينفذ اغتيالات في إيران. الاحتلال الإسرائيلي في الأسبوع الماضي يقترب من الحدود اللبنانية المتنازع عليها بين لبنان وبين بين مزدوجين الاحتلال الصهيوني في محاولة سرقة الغاز من باطن البحر، وبالتالي هذا عدوان وصفته الدولة اللبنانية أنه عدوان على الدولة اللبنانية، هذا عدوان أمام العالم في قلب البحر هناك. وأيضا العدوان الجديد المتجدد من الاحتلال الصهيوني على سوريا ويستهدف مطار سوريا، هذا المطار الدولي يقصفه أمام مرأى العالم ومسمعه فيعطل هذا المطار عن خدماته، هذا عدوان على أرض عربية نحن نرفض وندينه. وبالأمس القريب عدوانه على اغتيال مباشر لبعض قادة ورموز إيران. ماذا يفعل الاحتلال اليوم؟ أي أيضا يفعل كل هذه الأفاعيل، يعتدي على فلسطين ولبنان وسوريا وإيران ومناطق أخرى ثم ينصب منصات الصواريخ في مناطق متعددة في المنطقة. أعلنت رئاسة الأركان الأوكرانية أن القوات الروسية طردت الجيش الأوكراني من وسط سيفردونيتسك. ووفق الجيش الأوكراني فإن القوات الروسية شنت بدعم مدفعي هجوما على سيفردونيتسك حقق نجاحا جزئيا مؤكدا أن المعارك متواصلة. وتعد سيفردونيتسك مدينة استراتيجية شرق أوكرانيا وتشهد معارك ضارية منذ أسابيع للسيطرة عليها. من هلسنكي معنا مدير مكتب الميادين في روسيا سلام العبيدي. مرحبا سلام. إذن أي أهمية للسيطرة على مدينة سيفردونيتسك الاستراتيجية وما هي الخطوة التالية؟ أهلا بك يارا. بلا شك سيطرة القوات الروسية والقوات الحليفة على هذه المدينة تفتح الطريق أمام تطويق كامل للقوات الأوكرانية في دونباس، وبالفعل طلائع القوات الروسية وقوات دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين الآن تتوجه نحو مدينة سلافينسك، وهي أيضا واحدة من المدن التي تعتبر من تحصينات القوات الأوكرانية. في الواقع مدينة سيفردونيتسك تمت السيطرة عليها منذ بضعة أيام ودخلتها طلائع القوات الشيشانية، الكتائب الشيشانية المعروفة بالقتال الشرس في حرب المدن. لكن حتى الآن ظلت بعض أجزاء المدينة وخاصة
وخاصة المنطقة الصناعية تحت سيطرة القوات الأوكرانية وخاصة الكتائب القومية المتطرفة. هذه القوات تمت محاصرتها فيما يسمى بمصنع آزوت ومصنع كيماوي مهم في هذه المنطقة، ولكن حتى في هذه المنطقة تم استهداف هذه القوات بشكل عالي الدقة، وتتصاعد يعني أعمدة النيران من مواقع القوات الأوكرانية داخل هذا المجمع الصناعي الكبير. بالفعل هذا تقدم استراتيجي كما قلت يفسح الطريق أمام هذه القوات للاستمرار في يعني بسط سيطرة كاملة على مناطق دونباس التي لا تزال تحت سيطرة القوات الأوكرانية. وعمليا يعني بعد إتمام هذه العملية ستكون القوات الأوكرانية قد تفتتت في منطقة دونباس، وهي تعتبر ضربة قاضية للقوات الأوكرانية بشكل عام، لأن أوكرانيا عمليا زجت بكل ما لديها من قوات نخبة في هذه المنطقة، والقضاء على هذه القوات سيعني من الناحية التكتيكية ومن الناحية الاستراتيجية هزيمة كبيرة لهذه القوات التي رغم يعني عملية ضخها بالسلاح مستمرة بأسلحة غربية لم تتوقف هذه العملية، لكن على ما يبدو أن القوات الروسية والقوات الحليفة تنوي المضي قدما في إنهاء هذه المعركة لصالحها. وباليوم يعني بالمناسبة اليوم تم استهداف كثير بأسلحة كثيرة بواسطة راجمات صواريخ متعددة الصواريخ في منطقة مهمة في أوكرانيا. شكرا جزيلا لك سلام العبيدي مدير مكتب الميادين في روسيا. أعلن الرئيس الفنلندي أن بلاده لن تنضم إلى حلف شمال الأطلسي من دون السويد. بدوره قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ خلال مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس الفنلندي أن قوات الناتو زادت في شرقي أوروبا إلى أكثر من 40,000 عسكري. نعمل بجد مع حليفتنا في الناتو تركيا وأيضا مع فنلندا والسويد لمعالجة تلك القضايا التي أثارتها تركيا، وهذه مخاوف مشروعة بشأن الإرهاب. علينا أن نفهم ونتذكر أنه لم يتعرض أي حليف آخر في الناتو لهجمات إرهابية أكثر من تركيا، وأيضا تركيا حليف مهم له موقع جغرافي استراتيجي وقد أدت دورا رئيسيا في معركتنا ضد الجماعات الإرهابية مثل داعش، وأيضا مع مراعاة أنه ما من حليف آخر في الناتو يستضيف لاجئين أكثر من تركيا، وأنها تؤدي دورا رئيسيا في تقديم الدعم لأوكرانيا. لقد كان من المدهش بعض الشيء سماع رأي الرئيس التركي، لأننا قبل أشهر وفي مناسبات عديدة تلقينا ردود فعل إيجابية من تركيا مباشرة لي ولوزير خارجيتنا، وأعتقد لحلف الناتو أيضا. ربما يكون التقدم مجرد حقيقة إن لدينا خطوط مفتوحة ونواصل المناقشات. لقد حصلنا على الكثير من المساعدة بعدما كان لدينا وتركيا الرأي نفسه القائل بأن سكرتير الناتو سيحاول تقديم مساعدته، لذا فإن ذلك في طريقه للتحقق. ستكون هناك اجتماعات وستكون هناك مناقشات. أظهر تقرير لمعهد ستوكهولم الدولي لبحوث السلام أن عدد الأسلحة النووية في العالم سيرتفع في العقد المقبل بعد 35 عاما من التراجع. وحذر المعهد من اقتراب نهاية عصر نزع الأسلحة، وأكد أن خطر حدوث تصعيد نووي هو الآن في أعلى مستوياته في فترة ما بعد الحرب الباردة، مشيرا إلى أن الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي تواصل توسيع أو تحديث ترساناتها النووية. معنا حول هذا الموضوع من شمال لبنان محلل ميادين للشؤون الأمنية والعسكرية العميد شارل أبي نادر. سيد شارل مرحبا وأهلا بك معنا في الظهيرة. إذن بعد 35 عاما من التراجع عدد الأسلحة النووية سيرتفع خلال العقد المقبل، هذا ما توصل إليه تقرير معهد ستوكهولم الدولي لبحوث السلام. بداية، ما هي العوامل التي أدت إلى التوصل إلى هذه النتيجة فيما يتعلق بالأسلحة النووية، وما الذي يعنيه ما ورد في هذا التقرير؟ بداية، ما ورد في التقرير يعني أن المعاهدات التي تم الاتفاق عليها بين الدول الكبرى وخاصة بين روسيا والولايات المتحدة الأمريكية على خلفية السباق التسلح والحرب الباردة بدأت تصبح دون جدوى. هناك كما يبدو انتزاع للمبادئ الرئيسية الأساسية لهذه المعاهدة، والتي تقوم على خفض وانزال العدد للرؤوس النوويه، الرؤوس النوويه. بالمبدا يعني هذه الناحيه دفعت هذه الدول لان كان هناك سباق تسلح. خلال فتره معينه
كان هناك إمكانية لأن تكون هذه المعاهدة أو نواة هذه المعاهدة كخفض للرؤوس النووية فعالة عندما كان هناك لا يوجد مثل اليوم صواريخ عابرة للقارات وقدرات أو وسائل قادرة على إيصال الأسلحة النووية أو الرؤوس النووية. اليوم في المرحلة الأخيرة وخلال سريان هذه المعاهدات كل الدول القادرة امتلكت قاذفات استراتيجية وامتلكت صواريخ عابرة للقارات. هذه الصواريخ العابرة للقارات والقاذفات الاستراتيجية والغواصات النووية قادرة على أن تستغني العدد الكبير. يعني أصبح إذا كان مثلا الولايات المتحدة الأمريكية عدد الرؤوس النووية 6000 وانخفض إلى 4000، هذا الموضوع لن يكون مؤثرا في وجود قدرات لها استراتيجية وقاذفات استراتيجية على إيصال هذه الأسلحة النووية أو الرؤوس النووية إلى المكان الذي تريده. من هنا لم تعد أنا بتقديري مجدية هذه المعاهدات، هذا من ناحية التقنية ومن ناحية إيصال هذه الرؤوس النووية. الناحية الأخرى أحمد والأساسية أنه صحيح أن كان هناك اتفاق على خفض الرؤوس النووية بين الدول الكبرى، ولكن بالمقابل كان هناك تزاحم وتسابق على النفوذ وعلى السيطرة. العلاقات الدولية هي في تدهور، هناك اشتباكات استراتيجية في كل المناطق، من هنا أصبحت هذه المعاهدات دون جدوى. طيب سيد شارل، برأيك عناصر وأركان حدوث تصعيد نووي هل باتت مكتملة اليوم؟ التقرير يشير إلى أن خطر حدوث تصعيد نووي هو الآن في أعلى مستوياته. صحيح، عمليا إذا راقبنا الاشتباكات الاستراتيجية في كل أنحاء العالم نلاحظ الموضوع المتعلق بالحرب في أوكرانيا، الخلاف أو الاشتباك المباشر أو غير المباشر بين روسيا وبين الناتو، كان هناك تهديدات وصلت إلى موضوع تحديد يعني الاستهدافات أو التهديد بالنووي بشكل مباشر. تكلم في فترة الرئيس بوتين عن أنه قادر أو يملك قدرات على محو مدن أوروبية، وكان أيضا بالمقابل رد من الدول من بريطانيا ومن فرنسا في هذا الموضوع أنهم أيضا يملكون أسلحة وقدرات نووية. الاشتباك الاستراتيجي الذي يبدأ الآن ويتطور ويتصاعد بمستوى غير مسبوق في المحيط الهادي على خلفية تايوان، على خلفية جزر الكوريل، على خلفية بحر الصين الجنوبي، التحالفات أوكوس والتحالفات الأخرى بمواجهة روسيا والصين، كل هذه الاشتباكات يعني المرتفعة الحدة والتوتر ممكن أن تسمح بأن يكون هناك انزلاق نحو استعمال الأسلحة النووية. وهناك نقطة أيضا بدأت تظهر مؤخرا على خلفية الحرب في أوكرانيا وإمكانية دخول فنلندا والسويد إلى الناتو، وامتداد روسيا وامتداد الغرب باتجاه القطب الشمالي، حيث قد يكون هناك مسرح مناسب لاستعمال الأسلحة النووية. إذا لم يكن استراتيجية قد يكون التكتية الموضعية. العميد شارل أبي نادر، محلل ميادين للشؤون الأمنية والعسكرية، شكرا لك على المشاركة معنا، كنت معنا من شمال لبنان. هذه الظهيرة مستمرة وفيها بعد الفاصل. العلماء يكشفون عن نسخة جديدة من مجرة درب التبانة ومعلومات عن ملياري نجم. أهلا بكم من جديد إلى الظهيرة. أظهرت عملية فرز أصوات الناخبين في الدورة الأولى من الانتخابات التشريعية الفرنسية تقاربا بين معسكر الرئيس إيمانويل ماكرون وتحالف اليسار بقيادة جان لوك ميلانشون. وستجري الدورة الثانية بعد أسبوع، حيث ستتشكل معالم الجمعية الوطنية الفرنسية التي تضم 577 نائبا. تقرير موسى عاصي. نجح رهان جون ليك ميلانشون وحل التحالف اليساري البيئي الذي يقوده أولا في الدورة الأولى من الانتخابات النيابية الفرنسية، فيما حل تحالف الرئيس ماكرون ثانيا. لكن اللعبة لم تنتهي بعد بانتظار انتخابات الدورة الثانية بعد أسبوع. الدورة الأولى لم تحسن توزع القوى في الجمعية الوطنية، لكنها كرست قوة اليسار المتجدد في المشهد الفرنسي. وبغض النظر عن النتائج النهائية، فإن ما حصل في الدورة الأولى أفقد ماكرون على الأقل الأغلبية المطلقة في البرلمان المقبل. الحقيقة أن حزب الرئيس قد خسر، وتحالف اليسار نجح في أن يكون الأول، وسنكون في أكثر من 500 دائرة في الدورة الثانية. أدعو الفرنسيين إلى التوجه بكثافة الأسبوع المقبل لإسقاط المشاريع القاتلة للرئيس ولإنهاء 30 سنة من الليبرالية ولفتح الأبواب على مصاريعها لمستقبل من دون تسلط.
عسكر الرئيس الذي خسر الجولة الأولى في المعركة استخدم سلاح التطرف ضد خصمه وحذر من انهيار القيم الجمهورية في حال تكريس فوز التحالف اليساري. نحن القوة السياسية الوحيدة القادرة على تحقيق الأغلبية في الجمعية الوطنية. أدعو كل القوى الجمهورية للالتفاف حولنا وحول قيم الجمهورية التي تبدو اليوم على المحك. سنواجه الأسبوع المقبل قوة تطرف غير مسبوقة وتشكل خطرا على مجتمعنا. لمواجهة قوى اليسار يحتاج إيمانويل ماكرون إلى التحالف مع كتل أخرى، واليمين التقليدي مستعد لذلك من الآن. سأدعم ماكرون بطبيعة الحال، فجون لوك ميلانشون يشكل خطرا كبيرا. سأدعم خطط ماكرون الاقتصادية تحديدا، ولكنني لست من أتباع ماكرون ولن أتحول إلى واحدة من جنوده في البرلمان. اليمين الفرنسي المتطرف تراجع إلى المرتبة الثالثة، لكنه لن يتمكن من تشكيل كتلة وازنة في الجمعية الوطنية المقبلة. رسخت الدورة الأولى من الانتخابات النيابية الفرنسية تقاسم المشهد السياسي بين قوتي اليسار المتجدد مع ميلانشون ومعسكر الرئيس ماكرون استعدادا للمنازلة الكبرى يوم الأحد المقبل التي ستحدد وجهة فرنسا للسنوات الخمس المقبلة. موسى عاصي، باريس، الميادين. مجرة درب التبانة بنسخة جديدة وأمواج ضخمة تجتاح سيدني، ومن ندى الصباح محاولة لمعالجة مشكلة شح المياه في تونس. هذه الأخبار وغيرها في تقرير أحمد عبد الله. بات بإمكان سكان كوكب الأرض مشاهدة نسخة جديدة عن مجرة درب التبانة تتضمن معلومات عن نحو ملياري نجم يتبع مسارها. الفضل يعود لنسخة جديدة من برنامج التلسكوب غايا الفضائي الأوروبي الذي يضع خريطة مفصلة للمجرة، ويتميز بأنه متعدد الاستخدامات في مجال الفيزياء الفلكية. من المرض والمعاناة تصنع الفرح والسعادة، هذا ما تفعله الفنانة الصينية زي جيلي المصابة بمرض سرطان الدم. جيلي من خلال صناعة تماثيل العجين، وهو تراث صيني ثقافي عريق، بثت أملا جديدا في حياتها المحاصرة بينما كانت تقاوم المرض بشجاعة. إلى أستراليا، حيث اجتاحت الأمواج العملاقة بعضا من أكثر شواطئ سيدني شهرة، وغطت الممشى الخشبي في شاطئ بوندي بين عشية وضحاها. وتظهر اللقطات أمواجا ضخمة تغسل ممر المشاة، ما دفع الناس إلى الهروب بحثا عن الأمان. من كثرة الأمواج إلى شح المياه في تونس، مشكلة يمكن حلها عبر إعادة وتكرير ظاهرة ندى الصباح، آلة يدخل منها الهواء ويمر بمراحل عديدة للوصول إلى الماء. جرى تركيب أول آلة منها في مدرسة ابتدائية ببلدة البياضة النائية، لكن الشركة ما زالت تنتظر موافقة الحكومة قبل البدء في استخدامها. والختام من العاصمة المكسيكية، حيث تشن الحكومة حملة على اللافتات الملونة التي تميز أكشاك طعام الشارع والمرسومة يدويا لاستبدالها بشعارات موحدة مطبوعة إلكترونيا. حملة أغضبت التجار والمواطنين على حد سواء، وأبدوا تخوفهم من أن تفقد المدينة هويتها التي اشتهرت بها. والآن إلى موجز الاقتصاد في الظهيرة مع الزميلة إليسار. تفضلي إليسار. شكرا لك أحمد. أهلا بكم. برغم العقوبات الغربية، حققت روسيا عائدات قدرها 93 مليار يورو من صادرات الطاقة الأحفورية، أي النفط والغاز والفحم. استورد الاتحاد الأوروبي نسبة 61% من هذه الصادرات بقيمة 57 مليار يورو. أما الدول المستوردة الكبرى فكانت الصين ب 12 مليار و600 مليون يورو، وألمانيا ب 12 مليار و100 مليون يورو، وإيطاليا 7 مليارات و600 مليون يورو. قال الرئيس التنفيذي لشركة توتال انرجي الفرنسية باتريك بويان إن قطر تمثل بالنسبة إلى القادة الأوروبيين بديلا من الغاز الروسي في سياق الحرب في أوكرانيا، في إطار السعي إلى خفض أسعار الغاز في أوروبا.
وأكد أن قطر تنتج غازا تنفسيا وهي شريك مهم لأوروبا، فهي تنتج 77 مليون طن من الغاز الطبيعي المسال، وهي واحدة من أكبر ثلاث دول مصدرة في العالم إلى جانب أستراليا والولايات المتحدة. قفزت ديون مصر الخارجية بنحو 77% في 5 أعوام إلى 145 مليار دولار نهاية العام الماضي بحسب بيانات البنك المركزي. وأكد المركزي المصري سداد 24 مليار دولار منذ بداية هذا العام، وأوضح في بيان له أن مصر ملتزمة سداد جميع ديونها الخارجية في مواعيدها برغم التحديات المالية والاقتصادية. تجاوز حجم التعاملات التجارية لإيران مع الخارج عتبة 100 مليار دولار في 6 أشهر فقط. المتحدث باسم الحكومة الإيرانية قال إن بلاده ضاعفت حجم تعاملاتها التجارية في النصف الأول من هذا العام، مشيرا إلى أن إيرادات 100 مليار دولار تحققت في معظمها في الأشهر الأخيرة في ظل الحكومة الجديدة. أعلنت الحكومة المكسيكية أن 37 مهاجرا بينهم 22 لم تكن بحوزتهم أوراق ثبوتية لقوا حتفهم في المكسيك منذ مطلع هذا العام خلال محاولتهم العبور إلى الولايات المتحدة. وقال المعهد الوطني للهجرات إن من بين الذين جرى التعرف إليهم هناك 4 من المكسيك و4 من نيكاراغوا و3 من هندوراس ومواطن غواتيمالي. ويقع عشرات آلاف المهاجرين ضحية للجرائم أو الابتزاز، فيما يموت آخرون من جراء حوادث. ارتفع مؤشر الدولار أمام سلة عملات رئيسة، وانخفض سعر الذهب مع ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية. ويأتي ارتفاع الدولار في موازاة انحسار تداعيات جائحة كورونا، فضلا عن جاذبية الأصول الأمريكية التي يدعمها توجه مجلس الاحتياطي الفيدرالي لرفع الفائدة المصرفية لمكافحة التضخم. وتترقب الأسواق صدور آخر البيانات عن التضخم قبل اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي هذا الأسبوع. بهذا نختم موجز الاقتصاد ونعود لمتابعة نشرة الأخبار. شكرا أليسار. يستعد لبنان للمرة الأولى لاستضافة الاجتماع الدولي للجنة الاستشارية للأونروا. تقرير جمال الغرابي. وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا في دائرة الخطر مجددا. المفوض العام للوكالة فيليب لازاريني أبلغ المعنيين أن مواجهة نقص التمويل تقتضي زيادة الشراكات داخل منظمة الأمم المتحدة، موقف يراه الفلسطينيون محاولة لتجريد الأونروا من مهماتها كمدخل لإنهاء دورها. طرح المفوض العام مرفوض رفضا قاطعا على المستوى الرسمي والسياسي والشعبي، لأنه يؤدي إلى إنهاء دور الأونروا، والمطلوب تأمين حماية سياسية ومالية لكي تستمر في تقديم خدماتها كشاهد حي على نكبة فلسطين وحق العودة. هذه القضية ستكون محور اجتماعات اللجنة الاستشارية في بيروت، فلبنان الذي يرأس هذه اللجنة يستضيف ما يقارب نصف مليون لاجئ فلسطيني. أما التحدي الأبرز أمام اللجنة فسيكون بالعمل على خطة على المستوى الاستراتيجي للأونروا لتأمين التمويل لاستمرار عملها. المطلوب من اللجنة الاستشارية التي ستلتقي في بيروت في 14 و15 الجاري ممارسة كل أنواع الضغط على المفوض العام لوكالة الأونروا لسحب مشروعه من التداول لمن له مخاطر سياسية على قضية اللاجئين، ويحولها من قضية سياسية إلى قضية إنسانية، ويمهد لتوطين اللاجئين في الدول المضيفة. اقتراح لازاريني يعتبره الفلسطينيون تجاوزا وتخطيا لصلاحياته التي أسندت إليه، ويخشون هذا التوجه الذي يفقد القضية الفلسطينية امتيازها بأنها قضية سياسية. ولكن يبقى الضغط الفلسطيني الرسمي والشعبي إضافة إلى موقف الدول المستضيفة للاجئين هو الأساس في مستقبل الوكالة. بقلق بالغ ينظر الفلسطينيون إلى المحاولات المستمرة لتصفية وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين، فالأبعاد السياسية والقانونية للأونروا تتخطى دورها الإنساني، ويرى الفلسطينيون أن طروح المفوض العام لازاريني تتكامل مع الموقف الإسرائيلي بشطب حق العودة إلى الديار. جمال الغربي، مخيم برج البراجني، بيروت، الميادين. الظهيرة انتهت. وإليكم تذكيرا بأبرز عناوينها. نحن لسنا مشكلة، نحن حل الحلول. عندما ضاقت الآفاق واسودت
الجبهات. الفياض يؤكد أن الحشد الشعبية منحاز للشعب وليس لأي طرف سياسي، ويشدد على عدم السماح لليد الخارجية بالفتك باستقرار البلاد أو بالسلم الأهلي. إيران تؤكد أن قرار مجلس حكام الوكالة الذرية تسبب بخلل في الاتفاق مع الوكالة، وترى في تغيير تصريحات غروسي في تقريره انعكاسا لضغوط تعرض لها. رئيس مكتب العلاقات العربية والإسلامية في حماس يؤكد أن الاحتلال يستغل التطبيع للاعتداء على ثروات لبنان ولقصف سوريا وتنفيذ اغتيالات في إيران. أوكرانيا تقر بخسارتها مدينة سيفيرودونيتسك الاستراتيجية في الشرق، والرئيس الفنلندي يعلن أن بلاده لن تنضم إلى الناتو من دون السويد. تحالف ماكرون يتقدم على ائتلاف ميلانشون اليساري بأقل من 1%، ورئيسة وزراء فرنسا تحذر من التصويت لليسار في الجولة الثانية. وكان في أخبار الاقتصاد، رغم الحرب في أوكرانيا روسيا تحقق عائدات قدرها 93 مليار يورو من صادرات الطاقة الأحفورية، النفط والغاز والفحم. وكان في أخبار الرياضة، لاعبو الجزائر يهدون فوزهم الودي على إيران إلى روح زميلهم الراحل بلال بن حمودة بعد يومين من وفاته. دائما للمزيد من الأخبار والتقارير زوروا موقعنا على الإنترنت الميادين.net باللغات العربية والإنجليزية والإسبانية. إلى اللقاء. إلى اللقاء.